بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله على آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين. نحن أعضاء جمعية السلام بحي السلام بلدية بن طيب إقليم الدريوش. هذا اليوم المبارك يوم 24/2023 نعطي انطلاقة انطلاقة مشروع بناء مسجد بحي السلام في هذا الموقع المبارك إن شاء الله تعالى. نشكر جميع المساهمين في الوصول إلى هذه اللحظة المباركة، ونناشد جميع الإخوان داخل وخارج المغرب للمشاركة في بناء هذا المسجد المبارك بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.